مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. عدد كبير من المغاربة تبعوا الموضوع ديال رميساء والصديقة ديالها اللي اختفوا على الأنظار، الشغل الشاغل ديال العائلة اللي ما لقوهمش. مشاهدينا الكرام، هاد جوج بنيتات اللي عندهم 12 أو 13 سنة مشاو للمدرسة، السيد المدير تيقول ما دخلوش. العائلة الله اللي عن بها وكذلك المغاربة تحملوا الصعاب في الموضوع بشكل كبير. مشاهدينا الكرام، الخبر الجديد صار الآن أن البنيتات يعني رميساء واللي معها تلقاو في منطقة سيدي رحال نواحي الضال البيضاء. الفضل ديال الله عز وجل والمغاربة، كثير من المغاربة اللي كانوا في عين المكان ربطوا الاتصال بالعائلة اللي وضعنا رقم الهاتف ديالها، سواء مغرب نيوز ومنابر أخرى اللي ساهمت من أجل الوصول للهدف اللي هو أين هي رميساء والصديقة ديالها. ربطوا الاتصال بالعائلة، العائلة تبعت معهم الخيوط، انتقلوا لعند الدرك الملكي مشكورين اللي تفاعلوا مع الملف وقاموا بالواجب وقدروا أنهم يوصلوا الرميساء والصديقة ديالها في حدود الساعة. الآن لا زالت الأبحاث جارية بين رجال الدرك والمعنيين في الموضوع حول ملابسات هذا الاختفاء. هل هو اختفاء عادي أم في أمور أخرى؟ الساعات بطبيعة الحال غادي تبين لنا أسباب مجموعة من النقط في الموضوع. الآن الأب والأم انتقلوا لعين المكان، كاينين على جد مقربة من مركز ديال رجال الدرك حتى تتم الأبحاث بشكل مدقق، وهذا هو دور الدرك الملكي. مشاهدينا الكرام، هذا الموضوع ألم عدد كبير من المغاربة، وهو في حد ذاته قصة للعبرة، مراعاة وتتبع للأبناء. رميساء والصديقة ديالها 12 سنة، الأمور واضحة كيفاش من المدرسة لسيد رحال، أسباب مسببات، هذه كلها أبحاث، وبطبيعة الحال الضابطة القضائية هي اللي غادي تقوم باتخاذ المتعين وتخبر النيابة العامة في الموضوع وكذلك مسؤولين أو الرؤساء اللي معهم في الإدارة. سوف نبقى على تتبع حيثية القضية حول أسباب الاختفاء في الأول، ولماذا سيد رحال بالضبط، وأمور أخرى لما يتم انتهاء من الأبحاث ديال الضابطة القضائية. مشاهدينا الكرام، مرة أخرى الشكر الجزيل لكل المغاربة في المغرب وخارج المغرب اللي تتواصلوا مع هذه الحالات، وكذلك الناس اللي شافوا في عين المكان وربطوا الاتصال مع العائلة، والشكر كذلك رجال الدرك اللي قاموا بالمتعين. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوفيكم دائما بالجديد حول أسباب وملابسات هذا الاختفاء. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.